شكرا. إذن منذ متى وأنت تمارس الأعمال السحرية؟ أنا أقوم بالأعمال السحرية منذ 15 عاماً، منذ أن كنت صغيراً جداً. حين كان عمري 10 سنوات بدأت في امتهان الألعاب السحرية. منذ 15 عاماً. ما هذا الجاكيت؟ هل هذا جاكيت الحظ بالنسبة لك؟ هذا ما جاكيت الحظ بالنسبة لي، وهذه حذاء الحظ. ودائما أحب هذا الجاكيت، لأني حين أقوم بالعروض فإني أمزج بين التكنولوجيا والسحر. وأفكر إذا ما ارتديت شيئا فإني أحب أن ارتدي شيئا متألقا أكثر من الشاشات خلفي، وبالتالي اللون الذهبي ممتاز. وفي مصر الناس يحبون الذهب كثيرا. إذن من هو مثلك الأعلى في السحر؟ في السحر أحب ديفيد كوبرفيلد بالتأكيد، و لديه هو شخص مدهش. هذا رأيته لأول مرة في العروض التلفزيونية، وكنت مندهش جدا عندما كنت صغيرا. والآن أنا أقوم بأنواع جديدة من السحر. إذن أنا الآن، أنت من المدرسة الحديثة. أنا الآن أقوم بأعمال حين أرى قوة خارقة في الأفلام، فأنا أقول حسنا هذا أمر جيد، يمكن أن أقوم بحيل سحرية من خلاله. هذه هو الشيء الذي يلهمني الآن، أنا أقوم بهذا. إذن الأمر خاص بالتكنولوجيا والخيال. نعم، أقوم بالتكنولوجيا، وأنا أدرس في مدرسة الهندسة، لأنني عندما كنت صغيراً وبدأت في الألعاب السحرية كنت أريد أن أخلق شيئاً يستخدم التكنولوجيا والهواتف النقالة، شيئاً مثل هذا، وأحتاج أن يكون هناك شيئاً جديداً في الألعاب السحرية.